لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات والتحركات بكل المناطق اللبنانية مستمرة. الناس توافدوا على ساحة رياض الصلاح وساحة الشهداء من الصبح وكان عددهم عم يزيد. هالعدد زاد أكثر بعد ما خلصت جلسة الحكومة اليوم وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري إقرار مجلس الوزراء للإجراءات الإصلاحية اللي اقترحها على شركائه بالإضافة لموازنة العام 2020 واللي تبين أن السلطة ما أنعت الشعب. مش رح أرجع على البيوت، ما رح خلي الثورة تموت، بتمرسين للعالم كلياتها حاج ضحكوا علينا، حاج بنص على العالم لو بده يحكموا كان عملوا من زمان، بدنا هلا شعب ما بقى في يتحمل، شعب تعبان بلا كذب الحال. ما بيهمني شو قال الحريري، ما بيهمني حدا شو قال، انا بس بحب اقول لكل شخص تابع حيالله تيار بدي اقول لهم انه الناس الموجودين هون هن المستقبل مش تيار المستقبل، انه الناس الموجوده هون هي الاصلاح والتغيير مش حزب جبران باسيل، بدي اقول لهم انه نحن شعب الله مش حزب الله، بدي اقول لهم انه نحن الامل مش حركه امل، واللي بعد ما عرف مين نحن، نحن اللبنانيه ونحن بكره. هيدا الشيء اللي قاله الحريري طلعوا وقالوا نحن ما قبلانين فيه، نحن مع الحريري للموت، بس هيدا الشيء اذا هو حابب مصلحه لبنان بيتفضل بيطلع ليسمح للشباب تقعد محله لتبين صوت الشباب، لانه هو منه عارف نحن شو بدنا، وقد ما نحكي هو ما رح يسمعنا. بس هو ولا بدكم كمان غيره يفلوا؟ كلهم يعني كلهم، نحن نازلين على الشارع اكيد مش ضد واحد. باقيين مثل ما سمعت القرار انحكى هون وسمعنا شو قال، ونحن باقيين هون، من هون ما رح نفل، راهنتوا علينا، راهنتوا انه حنتقسم، لما شفتوا الثوره عم تنجح نزلتوا كل زعرانكم، غلطانين، من هون منا فائقين، مثل ما شايفين الشعب اللبناني موحد، راهنتوا انه نحن ما منتوحد، فرجيناكم انه منقدر نعمل شيء ورح نغير، هيدي الثوره خوفتكم، قراراتكم ما حتنفعنا، كثير كذبتوا علينا، ما بقى عنا ثقه فيكم، غير استقالتكم مش طالعين من الشارع. هيك من نهار للتاني يعني بين ليلى وضحاها، عم بقول لك بابا نويل من زمان بطلنا نامن فيه. خليهم إذا بدهم يفرجوا إنه في جود ويل، إرادة طيبة مع الشعب، يرجعوا يقولوا رح نحضر انتخابات نيابية جديدة، خلي الشعب يكون مجبور يصوت، لأنه 50% من الشعب ما صوت، هن اللي لازم اليوم وعيوا، لازم يروحوا يصوتوا يعطوا رأيهم. نحن سمعنا كلمته هون والشعب حكي كلمته دغري من برا كلمته، كلهم قالوا له إنك كذاب وقالوا له ارحل، ونحن مش فقلين من هون لترحلوا، اللي ما عملتوه بثلاث سنين ما حتعملوه هلا، ووعودكم بلوها وبتعرفوا شو تعملوا فيها. يعني لأمتى مستمرين هلا؟ لحتى تسقط الحكومة. باقيين بالشارع. حتى لا أبعد من هيك. اليوم مثل ما بتعرفي صار في جلسة لمجلس الوزراء وطلع الرئيس الحريري حكي عن إصلاحات رح يعملوها، شو رأيك بهذا الموضوع؟ وعود كاذبة شبعنا، نحن خلص كفرنا، الكباية انتلت، ما عادش فينا نتحمل، نحن حنضلنا بالشارع ليتحقق كل مطالبنا، بدهم يقتلونا نحن مستعدين نموت، على القليلة نحن بدنا نموت بكرامتنا، مش حنضلنا نحن مذلولين لإلهم. هي المشكلة، نحن عندنا أزمة ثقة يعني مع الحكومة ومع النظام الحاكم من 30 سنة لهلا مش من اليوم، يعني الإصلاحات كتير كانت مش مقنعة نوعا ما، أو هي إذا لو كانت مقنعة بس ما في، يعني كيف هن بدهم يعملوا إصلاحات وهن اللي كانوا يعني إذا اللي بدهم يرجعوا الأموال المنهوبة هن اللي نهبوها. شو رأيك شو البديل، شو الخطة الجاية هلا؟ انتخابات نيابية مبكرة، لو برعاية الحكومة الحالية إذا بتنظم انتخابات نيابية مبكرة. 30 سنة زرعوا الحقد بقلوب العالم وزرعوا الظلم وبعقولهم وكل شيء ومرضون، بس خلاص آخر شيء يعني الشعب أجرم وقاموا، وقتها بيأجرم وبيقوم بيصير بخوف. يفلوا ينبروا يا خي، يفلوا بس يفلوا. رياض سلامة بالشهر بياخد 53 مليون، عم نموت ونعيش لحتى ناخد ال 600 دولار، قعدونا بالبيت، أنا نزلت قال لهم يا عم طالب حق، قعدوني بالبيت، مين بيرد لي حقي؟ أي وزير وأي نايب؟ فوتوا هن الزعران من عندهم لحتى يزتوا القنابل علينا، لأنه ما فيهم واحد عنده شرف، هلا إذا في لبناني عنده شرف بينزل على الشارع. كيف صارت بهالسرعة بتصير الأمور الإصلاحات؟ قلن 30 سنة ما عملوا إصلاح، وثانياً أول شيء قد إيه هن صادقين بتنفيذ هالإصلاحات؟
ومين بده ينفذها؟ مين هن الاشخاص؟ شو نوعهم هالاشخاص اللي قاعدين بالحكم اللي بده ينفذوا هالاصلاحات؟ كلهم طالعين بالفساد من الحزب من 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 حزب الله لحركه امل للاشتراك للمستقبل للقوات للعونيه، وكلهم ما بدهم يقروا بالفساد تبعهم وما بدهم يقدموا فاسد للعداله. اللي بيقولوا السفرات عم تدفع لنا، السفرات ما عم تدفع لنا، هيدا دمنا الوطني بخلينا ننزل ناضل. ما بننطر مصاري لتحركنا، هن بتحركوا المصاري، نحن بحركنا دمنا ووطنيتنا للناضل. انا ابن بيروت، انا ربيت على 14 شباط و14 اذار. مطالبي اول شيء لهالحكومه ولهالنظام ولكل شيء صار له 30 سنه هون متشرش فينا، كله يسقط، كله يفل من هون، ما بدنا ايه هون. انا بدي اقول شغله وحده، نزلوا نزلوا نزلوا، انه من الاول هن شايفين هذا الحال، كانوا من الاول يحطوا بلا المسخره كلها. الاصلاحات كثير حلوين، بس تعرف شو عملوا؟ الحريري هلا اعترف انه صار لهم 30 سنه عم بيسرقونا، وهلا فجاه صار بدهم يوقفوا سرقه او انه بدهم يعملوا اصلاحات ويكملوا سرقه. يعني بالنهايه ما بنكون حسبناهم، هيدا ما يحلموا فيها. الحكومه بدها تسقط، بدنا نشكل حكومه اخصائيين مصغره تعمل هول الاصلاحات اللي حكيوا عنهم، لانه نحن ما بنوثق انه هن رح يعملوهم. خلي المجلس النواب يصوت عليهم، اذا مجلس النواب ما صوت عليهم ببين انه النواب كمان ومجلس النواب كله بده حل. واذا ما بدهم يستقيلوا بركي الشعب كله هلا بجمع حاله بنروح على بيوتهم وبنسحبهم من زلعيمهم. يعني باقيين اكيد طبعا، اكيد باقيين. اوريدي الجو معروف من قبل ما يطلعوا بهالقرارات، ومفهوم من قبل ومحسومه انه هن لو بدهم يغيروا كانوا غيروا بهال 30 سنه مش بهال 72 ساعه. اول شيء انا مواطنه لبنانيه بس عايشه باستراليا، لانه نحن جذورنا لبنانيه، بهمنا نرجع على لبنان، بهمنا نربي عيالنا هون، بهمنا نبيع كل شيء ونرجع ناسس ببلدنا، لانه مثل لبنان ما في وما راح الاقي بالعالم. مطالبكم؟ مطالبنا انه تسقط الحكومه مع جيل جديد، بعتذر، مع جيل جديد، مع افكار جديده، لانه عندنا شباب تسوى الدنيا كلها بافكارها، بحماسها، بعلماتها، عندنا شهادات كثير، افتحوا مجال لهالجيل. كانوا يتذكروا من 35 سنه بس وصلت الموصله رقبتهم تذكروا بشيء اسمه اصلاحات. هيدي مشكلتنا هلا، انه نحن سمعنا الاصلاحات اللي قرروها وعم بيقولوا بدهم يشتغلوا فيها، بس ما قادرين نضمن اذا هن بدهم ينفذوها ولا لا. لو بدهم يصلحوا كانوا صلحوا من 30 سنه لورا، مش على اخر ايام جي بدهم يصلحوا، بعد ما فزعوا على جلودهم كلهم، فزعوا ينقاموا كلهم ينكبوا بالشارع، صار بدهم يصلحوا، بعد شو بدهم يصلحوا؟ بعد ما جوعونا، بعد ما قعدنا بالشارع، انا شاب طلاب جامعات كلنا هون، فيش معنى ندفع للجامعه، كل واحد قاعد ببيته لازم يجي لهون، ختيار كبير صغير وشو ما يكون لازم يجي لهون، نحن بنوصل صوت لبنان، كل من لبنان واحد. حنبقى بالشارع اكيد، ما حنبقى بشي ثاني غير اسقاط الحكومه. شو ما عملوا يعني قليل ليكرموا هذا الشعب اللي عانى كثير، عانى من زمان منهم، شو ما عملوا قليل. ما حتفلوا؟ ما حنفل، وهيدي مورفين للشعب ليهمد شوي، هي ابره مورفين، بس ان شاء الله يفلوا، يحسوا عندهم شويه احساس ويفلوا. الناس برياض الصلح وساحه الشهداء كملوا ثوره الفرح، الفرح الحقيقي اللي جمع كل اللبنانيين. الحشود البشرية اللي ضاقت فيها الطرقات بكل المناطق طلعت فوق الإجراءات اللي تعودت الحكومة تتخذها كمخدر، وباقيين بالشارع حتى إشعار آخر. سهلنا والجبل من نضم